هذا المنبر كنبغي نشكر سيدنا اللي عطى الأوامر المبكرة لرجال الأمن ورجال السلطة، قوة المساعدة، الوقاية المدنية، الطب العسكري والطب المدني والسلطة المحلية باش نتفاداو هذا الوباء ما ينتشرش أكثر، والأسر والعائلات. وكنطلب خصوصا من الأمهات أنهم يشدوا ولادهم باش يشدوا ولادهم ويلتزموا بالحجر الصحي اللي أمرنا به سيدنا. الله يهديكم الله يهديكم، شدوا ولادكم والتزموا بالحجر الصحي اللي أمرنا به سيدنا، ولا ما خفتوش على راسكم، خافوا على والديكم وعلى ولادكم.